أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. صحيفة الأيام تتساءل أين يعيش النازحون الفارون من الحديدة. منظمة دولية تقول مدينة الحديدة ليست كأسا للفوز به وسكانها ليسوا ألعابا. ومن جولتنا بين الصحف الفرنسية، السينما في اليمن تريد الانتقام من الحرب. أهلا بكم. يعلق موقع المشاهد نت في تقرير نشره في صفحته الرئيسية، عندما تتحول النيابة إلى أداة للتنكيل بالصحفيين في صنعاء، يقول الموقع إن قضية 10 صحفيين معتقلين منذ 4 سنوات لدى جماعة الحوثي بصنعاء دخلت منحا جديد بعدما شرعت النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في التحقيق معهم بعد أكثر من عام على إحالتهم إليها. وأبلغ المشاهد محامي الصحفيين عن عبد المجيد صبرة أن نيابة أمن الدولة باشرت التحقيق مع 4 صحفيين هم عصام بالغيث وتوفيق المنصوري وصلاح القاعدي وهيثم الشهاب، فيما أجلت النيابة التحقيق مع 6 صحفيين آخرين هم عبد الخالق عمران وحسن عناب وهشام طرموم وهشام اليوسفي وأكرم الوليدي وحارث حميد إلى أجل غير مسمى. وقال صبرة في تصريح للمشاهد أن النيابة وجهت للصحفيين تهم إشاعة أخبار ومعلومات كاذبة بغرض إضعاف القوات المسلحة وتكدير السلم العام، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها بعض الصحفيين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة رغم مرور 14 شهرا على الإعلان عن إحالتهم إليها. واطلع معد التقرير على عريضة قدمها المحامي للصحفيين إلى نيابة أمن الدولة تطلب الإفراج الفوري عنهم والتحقيق في واقعة اعتقالهم التعسفي، لكن النيابة لم تنظر أو تفصل فيها من حينه. إلى أبرز العناوين التي تصدرت الصفحة الأولى في صحيفة أخبار اليوم، منها نعمان: أخطاء الشرعية والتحالف أدت إلى نشوء كيانات موازية للدولة وتطيل أمد الحرب. وميدانيا عنوان: الجيش يحرر أعلى سلسلة جبلية محيطة بملاحيض صعدة ويتقدم من 3 محاور شمال حجة. وعنوان: القوات الحكومية تحضر لعملية عسكرية برية وبحرية باتجاه ميناء الحديدة. وعنوان آخر: الحكومة تسعى لتكوين تحالف في مجلس الأمن لمواجهة التقارير الأممية. من مواجع اليمن: الشروق في جدار الثورة. تحت هذا العنوان كتب محمد شداد مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا: نحن اليوم على مشارف ذكرى ثورة 26 سبتمبر، والحرب في كل الجبهات لتصحيح مسار الثورة، ثورة العهد والتوحد والخلاص. يتبادر السؤال هنا: ماذا قدمنا وأعددنا لمثل تلك المناسبة الجليلة عاطرة الذكر والذاكرة؟ متى سنقف تحت سقفها وظلالها لنعيد اللحمة للجدار؟ ومتى سنلملم شتات الأهل وتعود الأخوة ورص الصف ونبذ كل أسباب الكره والأحقاد التي فتحت أبواب الوطن فدخل الأعداء من كل باب؟ شعور كالسيل الهابط من صدور الجبال فجر دموع العين الجامدة بين الأحادق حزنا وحسرة على بلدنا. في أيام كهذه الأيام كنا نعدها أعيادا نفرح بها ونردد النشيد الوطني، نستعرض مدفعية الثورة وسلاحها وتكتحل أعيننا بصور وخيالات ثوارها. أيام كنا نشاهد في التلفاز خصومنا التاريخيين هاربين يلاحقهم الخزي والعار، لكننا رأيناهم اليوم يعودون ليسخروا من كل ثوار الوطن ويسارعون لمحو آثارهم. لطالما أصابت السهام قلب الثورة، لكنها بقيت وستبقى خالدة في الذاكرة اليمنية، وسينقلب السحر على الساحر، وسينقلب الكره بين أبناء اليمن حتما حبا. ما شق القلوب التي تخفق على الحد الفاصل بين الأخوة والحرب دون التوحد لتحقيق أهداف ثورة الألف عام، في زمن ظهر فيه رجال أشداء شكلوا معجزة من الشجاعة والتضحية والصبر، كان يطلق عليهم الرعية أو الضعفاء، يصارعون صخور الإمامة المتدحرجة من جبال الشمال، يصرعونها، يفتتونها، يحيلونها رمادا تذروه الرياح. كانوا يعيشون بيننا ببساطة لا نشعر بثوريتهم ولا بما يسكنهم من حلم التحرر من رباق الكهنوت
والتخلص من ظلم القرون. فيما يتعلق بمعركة الحديدة، ينقل موقع المصدر أونلاين عن مصادر مقربة من الحوثيين تأكيداتها نقل الحوثيين أموالا من بنوك الحديدة إلى صنعاء. أكدت مصادر مقربة من جماعة الحوثيين المسلحة أن الجماعة شرعت بنقل أموال من بنوك في مدينة الحديدة إلى العاصمة صنعاء. وقالت المصادر للموقع إن قيادات حوثية أشرفوا على نقل كميات كبيرة من الأموال من عدد من البنوك في مدينة الحديدة وحملوها على متن ناقلات وعربات مصفحة ترافقها عربات محملة بالمسلحين. يتابع الموقع: تأتي هذه الخطوة مع وصول المواجهات بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة. تميز ميليشيا الحوثي بين جرحاها، ففي الوقت الذي تتخلى فيه عن عشرات الجرحى عقب كل معركة إلا أنها تهتم بمن تعتبرهم الفئة المهمة لديها. ويعنون موقع الحرف 28: جماعة الحوثي تجهز مستشفيات ميدانية متكاملة في صنعاء لعلاج قادات كبار قاداتها. وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن إنشاء جماعة الحوثي عددا من المستشفيات الميدانية وتجهيزها بشكل كامل في عدد من المنازل في العاصمة صنعاء. ونقلت مصادر إعلامية عن المصادر أن جماعة الحوثي تقوم بنقل القيادات العسكرية البارزة التي تصاب في الجبهات إلى تلك المنازل وسط حراسة مشددة وفي سرية تامة. وبينت المصادر أنه تم تجهيز مستشفيات متكاملة ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتجري فيها عمليات كبرى وصغرى للمصابين من القيادات التي تصل بكادر طبي ممنوع عليه مغادرة تلك المنازل تحت أي ظرف. عن الدور الذي كان يجب أن يقوم به التحالف العربي في اليمن، كتب محمد عبد الوهاب الشيباني مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا: الحديث عن الشرعية بفسادها وترهلها لا يستقيم دون الحديث عن التحالف الذي يقول إنه تدخل لإعادتها، فالأخير صار بعد 3 سنوات ونصف من التقاتل جزءا من المشكلة بسبب الحسابات المعقدة التي تحرك دوافع أطرافه في الحرب. فالدور الطبيعي الذي كان من المتوجب أن تطلع به القوة العسكرية الثانية في التحالف الإمارات العربية المتحدة في مناطق الجنوب على سبيل المثال، كان في تعزيز حضور المؤسسات وبسط نفوذها على الأرض كخطوة على طريق استعادة الدولة، لا أن تعيقها بإيجاد كيانات معطلة تستخدم شعارات مشبهة بالكراهية والعنصرية في تفخيخ المجال العام ونشر الفوضى. لهذا تحول حضورها في المناطق التي باتت تعرف بالمحررة من صاحبة دور في الحل إلى صاحبة نفوذ ومطامع لم تعد خافية على أحد. أما السعودية قائدة التحالف فلم تزل تعمل باستراتيجيتها البالية تعامل مع المشكلة اليمنية من زوايا الاستتباع التي تتأسس على إضعاف الجميع، ليسهل على لجنتها الخاصة وأجهزتها إدارة ملف الدولة الجارة الفقيرة والضعيفة دون مشقات كبيرة. وإن خوضها للحرب في الأصل كان لحسابات خاصة بأمنها القومي والتوازنات الاستراتيجية في المنطقة، وإن شعار استعادة الدولة وإعادة الشرعية ليس إلا واجهة لحرب يخوضها حلفاء الوكالة ويدفع تكاليفها الباهظة الضحايا المدنيون والنازحون الفقراء. إصرارها على تمكين حلفائها التاريخيين المعيقين لبناء الدولة منذ 6 عقود لا يقول سوى إن الجارة ماضية في سياساتها التدميرية لكيان الدولة، وليس في حساباتها أن يكون لليمنيين بلاد متعافية مستقلة بقرارها السياسي تديرها حكومات قوية وحكام غير مكبلين وغير مرتهنين. أين يعيش النازحون الفارون من الحديدة والمواجهات التي فيها؟ تعنون صحيفة الأيام: البيوت المهجورة والخيام مساكن نازحي تهامة بأبين. تقول الصحيفة إن معاناة أبناء تهامة في أبين ما تزال مستمرة جراء النزوح الجماعي الذي فرض عليهم بسبب المعارك المحتدمة في الساحل الغربي. وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حاول الأهالي مد يد العون بقدر المستطاع، غير أن الأعداد كانت في تزايد، اضطرت الكثير من الأسر إلى أن تجعل من البيوت المهجورة سكنا لها،
فيما أقامت أسر أخرى عششا وخياما بدائية لا تقيهم من حرارة الشمس صباحا ولا برد الليل. يقول الحاج أحمد وهو أحد النازحين بأن دور المنظمات تجاههم سيء للغاية وغير فاعل مطلقا، وأنهم يستهلكون معاناتهم إعلاميا دون مد يد المساعدة. مدينة الحديدة غربي اليمن ليست كأسا للفوز به، وسكانها ليسوا ألعابا. هذا ما قاله المجلس النرويجي للاجئين وفق ما أوردته صحيفة العربي الجديد، مضيفة أن المجلس دعا إلى العودة إلى طاولة السلام ووقف أي هجوم قد يؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية. وقال الأمين العام للمجلس النرويجي إغلاند أنه يجب على أطراف النزاع اتخاذ خطوات حقيقية وفورية لحماية المدنيين والمنازل والمستشفيات في المدينة، كما أكد وجوب أن يبقى ميناء الحديدة مفتوحا وكذلك الشرايين المؤدية إليه، منبها إلى أن عرقلة تدفق الإمدادات من الحديدة سيكون ضربة قاتلة للملايين. كما دعا جميع الأطراف إلى البدء في المحادثات من دون شروط مسبقة أو ألعاب، وقال أنه لم يفت الأوان بعد لوقف أي هجوم قد يؤدي إلى خلق المزيد من المعاناة الإنسانية. فلسطين بين زمنين، تحت هذا العنوان كتب شفيق الغبرة مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: تحاول الولايات المتحدة والقوى اليمينية الإسرائيلية كما والأمريكية الدينية الأنجيلية الانتهاء من القضية الفلسطينية بأي ثمن. فقرار الولايات المتحدة إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية هذا الأسبوع، ثم قرار إيقاف الدعم الأمريكي للأونروا، إضافة لتوقف الولايات المتحدة عن دفع بعض الالتزامات لمستشفيات عربية قائمة في القدس، تعبير عن هذه السياسة. ولم يخرج اعتراف ترامب بالقدس الموحدة والتي تشمل القدس الشرقية المحتلة عام 1967 عاصمة لإسرائيل عن سياق السعي الوهمي لتصفية القضية الفلسطينية. ما لا تعيه هذه القوى أن المسألة الفلسطينية ترمز اليوم كما وسترمز غدا لمواجهة الاحتلال وسلوكياته ولمواجهة الظلم والسعي نحو العدالة. فإن كانت القوى الصهيونية تعتقد بقدرتها على مسح الذاكرة والمستقبل وتمويه درجة الظلم في المسألة الفلسطينية فهي واهمة. فبالرغم من كل الأخبار السلبية التي تعكس واقع النظام العربي الضعيف أمام الخارج، إلا أن الخبر الجيد أن القضية الفلسطينية لن تحل إلا عندما تفشل الصهيونية بصفتها حركة عنصرية تسعى لمصادرة حقوق الإنسان سكان البلاد الأصليين وأراضيهم ومنازلهم. إن سعي الصهيونية تجاه الفلسطينيين هو نفسه تجاه العرب، بحيث تسعى لإبقاء العالم العربي مهمشا وخاضعا للقوى الخارجية. الفكر الصهيوني بالأساس يتميز بعنصريته وإقصائيته، وهو في هذا لا يختلف عن فكر العنصريين البيض في جنوب أفريقيا قبل أن تتحول جنوب أفريقيا بفضل مكاومة الظلم والعنصرية للديمقراطية وتلغي التفرقة العنصرية. إلى جولتنا الخاصة بترجمة قناة بلقيس للصحف الفرنسية الصادرة اليوم والتي تتابع تطورات اليمن، حيث نطالع في صحيفة فرانس سوار: في اليمن السينما تريد الانتقام من الحرب. قالت الصحيفة: تحولت قاعة أفراح إلى سينما مؤقتة في جنوب اليمن في الحرب في ليلة العرض الأول لفيلمه حبس صانع الأفلام عمرو جمال أنفاسه خوفا من ألا يكون أحد في الموعد. أخيرا توافد المشاهدون كثيرا كما سيتوافدون أكثر في الليالي التالية في هذه السينما في عدن مع 10 أيام قبل الزفة. عاد الرجال والنساء والأطفال إلى متعة السينما. يعتبر هذا الفيلم وهو قصة زوجين يقاتلان من أجل الزواج وسط الصراع أول فيلم طويل للمخرج جمال، وأحد الأفلام اليمنية القليلة التي أنتجت في العقدين الأخيرين. قال لوكالة فرانس بريس بعد عرضه في أوائل شهر سبتمبر: كان خوفنا الأكبر هو ألا يشاهد أحد الفيلم، اعتقدنا أنه من المستحيل أن يكون هناك الكثير من الحضور مدام الناس خائفين، لكن المستحيل حدث. 10 أيام قبل الزفة، يحكي
قصة رشا ومأمون وهما شابان يمنيان تأجل زواجهما من عام 2015 عندما جاءت السعودية وحلفاؤها لدعم الحكومة عسكريا ضد المتمردين الذين استولوا على أجزاء واسعة من البلاد. قال جمال إن الفيلم الذي تم تصويره بالكامل في اليمن في زمن الحرب تم إنتاجه بميزانية تقديرية تبلغ 33 ألف دولار فقط. أثناء التصوير اضطر طاقم الفيلم أيضا للتعامل مع الصعوبات اليومية في اليمن مثل انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع في شبكة الهاتف المحمول. وقال المخرج اضطررنا للذهاب بالسيارة إلى الممثلين لإبلاغهم بتغيير الجدول الزمني أو الموقع لأنه لم تكن هناك شبكة تليفون لنصف الوقت. صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية قامت بترحيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى سجن طره بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بحبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة وعنون موقع عربي بوست. نجلا مبارك يقضيان ليلتهما الأولى في السجن الذي غادراه في 2015. وأمرت محكمة جنايات القاهرة بحبس علاء وجمال مبارك نجلي حسني مبارك على ذمة قضية فساد معروفة إعلاميا باسم التلاعب بالبورصة ملغية بذلك قرار قديم بإخلاء سبيلهما. ويواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت بنحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما 3 سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم القصور الرئاسية وخرجوا جميعا في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة. جولتنا المصورة اليوم من صحيفة الغارديان حيث نشرت صورا لأنواع مختلفة من الحيوانات وهي تعيش لحظات نادرة أو اعتيادية. نتابع الصور. تقول الريشة وتتحدث الألوان، وعلى هذا الأساس يبدع رسامو الكاريكاتير في لوحاتهم ويتحدثون عبر الريشة الخفيفة على الورقة الثقيلة على من يخافونها. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها اليوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.